ليفيا ليفيا هنسول واحد السؤال طبعا بس سي مسلمان يا قالوا سايكي اي ديريتو قلت لي دابا انت مسلم هذا 4 مول وعندو الحق يتزوج 4 مول غنعطيه اختيار questo lo so 4 سي c'ha il diritto di sposare 4 e dove sono le altre 3 le vuoi certo ma c'è تخلي دارو دابا هو عارف راسو مسلم قلت لي يعني عندك الحق في اربعه العيالات قال لك فينا هما ثلاثه سيد مسكين من نيتو تقدي على اربعه العيالات تقدي عليهم ce la fai tu con quattro moglie a voglia ce la fai tutte e quattro marocchine se sono come te sì sono uguale come me tutte le marocchine sono come me sono di cuore no no Benetto, ma il cuore non mi interessa قول شي كلمة ناقصة نين ده stare attento a cosa dice non dire parolacce non ho detto niente io ti conosco ma il cuore non non ti serve dire dopo واخا واخا انا ما سميتوش بلا الحق في الاسلام كوم جي كيعمتوني الاسلام كريم كريم منين كان سلم كان سمى راسه كريم ولكن هو قال لي الامام قال لي ماشي بالضروره انك تبدل سميتك فبقينا احنا بقى سميتو ليفيو بطبيعه الحال سي كونتينتو دي اسيري كي بارتيني ا امه محمد كي سي اونو دي لا نوسترا اخونا ناتيرليش مولت اشتا بوغليش يوا مرحبا بك مسكين ملي تعرفت عليه انا امي ملي تعرفت عليه ما كانت عنده حتى ديانه كان ماسح راسه من المسيحيه ومن بعد صراحه انا عمرني صراحه ما فرضت عليه ولا زعما قلت ليه اوبليغاتوار هو كان تالف وصافي واحد المره كان واحد الاصدقاء مصريين وداكشي هما اللي كانوا تيعاودوا ليه على الاسلام وداكشي وقرر خد القرار بوحده انه انت ولا خونا حقاش يجيني هذا السؤال واخا انا فايته مجاوب عليه تيجيني بزاف هو اللي اختار صراحه انا كنت نعرفه ما كان متبع حتى ديانه ومن بعد من طبيعه الحال هو اللي قرر وقال لي الامام الحاجه اللي عجبتني في ذاك الامام مني كان تيشرح لي على الدين ديالنا وداكشي ما كانش يشرح بالتشدد بالعكس واحد الامام اللي ترجع ليه الفضل كبير شرح لي داكشي بواحد الطريقه وصلوا لواحد المرحله قال لي دابا وليتي خونا في الاسلام يعني تيبقاو اعمالك وافعالك منك لله زعما ولكن وليتي تنتمي الأمة ماشي حقاش ماشي كلشي اللي تيسلم تيولي تيطبق وداكشي ولكن المهم انه تينتمي لامتنا واخونا في الدين شوف دابا ديك اللعبه ديال الراجل اللي راه مسلم راه مسلم مسلم راسو ماشي ليا انا المهم ما علينا جواب على اللي تيقول متزوجه بكافر شوفوا شحال ديال التقاليد تديو على كتافكم حشومه وعيب عيب عار مسلم ولكن ماشي مطبق ما تيطبقش نتوما راه انا وما تنطبقش تنصلي ونقطع